بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى توفاه الله سبحانه وتعالى، وأنس يخدمه ويحفظ السر الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أمه رضي الله عنها توصيه بأن لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سألته بما أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليها بقولها قال: ألم تقولي لا تفشي رسول الله في سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقالت أمه مرة: يا رسول الله، خويدمك لا تنساه من دعائك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وقبول العمل والرزق الحلال والرابعة موجودة لكن تعتذر إن شاء الله. المغفرة. فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100 آخر السنتين الأخيرتين من عمره، ما استطاع أن يصوم رمضان، فكان يفطر رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا، وكثر المال لديه رضي الله عنه حتى صار بستانه يثمر في السنة 2، وكثر ولده صلى الله رضي الله عنه كثر ولده حتى قالت له ابنته: يا أبي، إنك دفنت من ولدك فوق 70، الذين ماتوا حال حياته كانوا فوق 70 رضي الله عنه. وبقيت المغفرة، يقول: أرجو الله جل وعلا أن يحققها لي، لأنها لم تظهر له في حال الحياة. اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده رضي الله عنه، واغفر له ذنبه رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: لما سئل ما السبيل، في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال عليه الصلاة والسلام: السبيل الزاد والراحلة، كلمتان فقط استغرقتا جميع أعمال الحج ونفقات الحج مما هو موجود في ذلك الزمن ومما هو غير موجود، وإنما وجد بعد ذلك. فكان رضي الله عنه يبين أن هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزاد والراحلة، وهو المسؤول عليه الصلاة والسلام عما يجب على المسلم في حجه، الزاد والراحلة. يدخل في ذلك أجرة السيارة وأجرة الطائرة
وأجرة الباخرة وجميع أجار الركوب لا إله إلا الله تشملها كلها، والزاد يشمل النفقات الواجبة التي هي الطعام والشراب وغير ذلك من النفقات كالفيزة والإقامة والترتيب وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الحاج، والرسوم التي تفرض عليه وغير ذلك من الأمور. كل أمر يحتاج المرء إلى حجه فإنه يعتبر من نفقة الحج. الزاد والراحلة كلمتان فقط شملتا جميع أنواع النفقات المطلوبة في هذا الحج. والزاد هو الطعام المدخر الذي يحتاج المرء إليه، والراحلة هي المركوب الذي يسافر عليه المرء، وهما كلمتان خفيفتان سهلتان يشملان على جميع النفقات التي يحتاجها العبد. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. ثم إن المرجع فيما يشكل على الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المرجع لهم ويسألونه عن كل ما يشكل، وأما ما لا إشكال فيه فلا يحتاج إلى سؤال. والكيفية والأمور التي لا تعرف ولا تقال بين الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يسألوا عنه إلا شيئا يشكل عليهم. والمسؤول عنه نوعان: الكيفية والمعنى. المعنى يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكيفية في صفات الباري جل وعلا وغيرها فهذا مرده إلى الله جل وعلا، ولا يتطرق الصحابة رضي الله عنهم للسؤال عن هذا، لأنهم يعرفون أن ما لا يسأل عنه في الدنيا لا ينبغي أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشيء المتعسر أو الشيء الصعب الأزداد من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. هذا ماذا يفسر به؟ قال صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. وأما ما عدا ذلك من الأمور المعنوية أو الكيفية، كيفية صفات الباري جل وعلا، فلا يليق أن يسأل عنه المخلوق، لأنه لا يحيط بصفات الباري جل وعلا إلا هو. فيؤخذ من هذا ضلال الجهمية والمعتزلة والشيعة وغيرهم من الفئة الضالة التي تسأل عن المعاني التي لا يحيط بها البشر ولا يعلمون عنها شيئا. فالبشر علومهم محدودة، ولا يليق بهم أن يتدخلوا في علوم الله جل وعلا وهي الكيفية. فالكيفية مردها إلى الله وحده لا شريك له.
فيؤخذ من هذا الحديث أن من وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج، ومن لم يجدهما فلا يجب عليه الحج، ولا يجوز له أن يسأل الناس ليحج، لا، وإنما يقتصر على ما يستطيعه، وما لا يستطيعه قد عذره الله جل وعلا فيه. الزاد والراحلة، والزاد والراحلة قد تكون قيمتها 100 ريال أو أقل من ذلك، وقد تكون 100,000 ريال أو أكثر من ذلك. فعلى العبد إذا كان يستطيع الحج بغير سؤال الناس ولا متابعتهم وسؤالهم عن الشيء الذي لا يستطيعه، هذا أولى له من ترك القيام بالحج، فعليه أن يترك القيام بالحج لأنه معذور. والله جل وعلا حينما أخبر بعباده متن يجب عليه الحج قال من استطاع إليه سبيلا، فهو جل وعلا يعطي الكلام اليسير المتضمن على المعنى العظيم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. من استطاع إليه سبيلا، الزاد والراحلة. استدلوا بهذا الحديث على أن الله جل وعلا لم يكلف الإنسان ما لا يطيقه، وإنما التكليف بحدود المطاق، فالشيء الذي يطيقه العبد يأمره الله جل وعلا به، والشيء الذي لا يطيقه العبد منهي عن استعماله والإتيان به، لأنه يجر إلى نفسه التعب والدين وغير ذلك من الأمور. فالقادر على الحج هو من وجده، وجد نفقته، فلا بأس عليه أن يحج، بل يجب عليه، وإذا لم يستطع فهو معذور. ونفقة الحج قد تختلف من زمن إلى زمن، قد تكون كثيرة في بعض الأوقات وقليلة في بعض الأوقات، فمن استطاع النفقة بالحج فعليه أن يحج، ومن لم يستطع فلا إثم عليه، والله جل وعلا قد عذره. وعلى العبد أن يتخير النفقة الحلال، أن يتخير النفقة الحلال، لأنه إذا حج بنفقة حلال فنادى مناديه يا لبيك اللهم لبيك، قيل له لبيك وسعديك، والله قد تقبل حجك. وإذا نادى لبيك اللهم لبيك ونفقته حرام، قيل له لا لبيك ولا سعديك ونفقتك حرام. فعلى العبد أن يتخير النفقة الحلال للحج ليكون متقربا إلى الله جل وعلا بهذه النفقة، فإن حج بنفقة حرام فعليه أن يعطي هذا الحرام الذي أخذه لصاحبه، فإن لم يعرف صاحبه يتصدق به عن صاحبه متى ما يجد أخبره، فإن لم يجده فالله جل وعلا
يعطي صاحب الحق حقه يوم القيامة. نعم. يقول الشارح رحمه الله: درجة الحديث، الحديث ضعيف. درجة الحديث، درجة الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح مستقيم. نعم. والشيخ الألباني ناقش طرق هذا الحديث مناقشة طويلة، واستعرض أقوال المحدثين فيه، وانتهى به الأمر إلى قوله. وخلاصة القول أن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طرق الحسن البصري المرسل، وليس في تلك الموصولات ما يمكن. الحسن البصري وإن كانت مرسلة لكنها طرق لا بأس بها. وليس في تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا لها لوهيها. ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعطي هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد، حيث سردها في شرح العمدة ثم قال: فهذه الطرق مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحل انتهى. قل هذا تهجم على ابن تيمية رحمه الله، ولا يليق بالمؤلف ذلك. وابن تيمية رحمه الله أدرى بما يقول، فإنه متبحر في العلوم هذا ولا تخفى عليه. قلت: ليس في تلك الطرق ما هو حسن بل ولا ضعيف منجبر، فتنبه. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. مفردات الحديث: السبيل، السبيل يراد به الطريق، ويستعمل لكل ما يتوصل به إلى شيء وهو المراد هنا، ويذكر ويؤنث، والمسؤول عنه هنا هو المذكور في قوله تعالى: ومن استطاع إليه سبيلا. يذكر ويؤنث، يقال هذه سبيلنا، ويقال هذا سبيلنا. الزاد هو الطعام المدخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت الحاضر، فسمي به طعام المسافر الذي يدخره لسفره، والجمع أزواد. الراحلة هي الإبل الصالحة للأسفار والأحمال، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب، والمراد هنا الحصول على ما يوصله إلى البيت الحرام. ما يؤخذ من الحديث: أولا، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد أناط تعالى وجوب الحج باستطاعة السبيل، فسأل بعض الصحابة النبي عن السبيل في هذه الآية ففسره بالزاد والراحلة. ثانيا، من وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج، ومن لم يجد فلا يجب عليه. ثالثا، الراحلة فسرت بالناقة، ولكن المعنى يشمل المراكب الأخر، فأصبحت الراحلة الآن إما السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غيرها من المراكب الحديثة. رابعا، الزاد فسر لغة بطعام المسافر، وأصبح الآن يشمل كل ما يحتاج إليه مريد الحج من النفقات المنوعة التي تختلف باختلاف الأحوال والأوقات. يشمل ذلك الفيزا والترخيص والرسوم التي توضع على الحجاج وغير ذلك من هذه النفقات التي يحتاجها العبد. خامسا، الشارع أطرق الزاد والراحلة، ولكل إنسان ما يناسبه ويليق به، فلا بد أن يكونا صالحين لمثله. يعني أن بعض الناس يكفيه نفقة حج 1000 ريال،
وبعض الناس لا يكفي إلا 10,000، وبعض الناس لا يكفي إلا 100,000. فالمرء على حسب نفقته وحاجته، فإذا كان عنده ما يقوم به وجب عليه الحج، أما إذا كان عنده نفقة الفقير وهو لا يعتبر من الفقراء أو يعتبر من الأغنياء أو يعتبر من الموسرين فيجب عليه الحج إذا وجد النفقة كاملة، أما إذا لم يجدها كاملة فلا يجب عليه الحج. نعم. 6. ومن هذا الحديث يستدل بأن الله تعالى لم يكلف نفسا إلا وسعها، فالعاجز لا يجب عليه الحج ولا ينبغي أن يحج ثم يكون عالة على الناس. يعني ينظر في نفسه إن كان عنده قدرة على الحج والإنفاق على نفسه فليحج، ومن لا فلا، من يحتاج إلى نفقة من الناس ويذل نفسه ويسأل الناس ويقول أعطوني نفقة لحجي، أنا حججت وليس معي نفقة، يقول لا يا أخي، لو أنك جلست في دارك لكان خيرا لك. 7. ما تقدم هو شرط الاستطاعة، فإن كملت أداة الاستطاعة ولكن حصل مانع آخر، فإن كان ميؤوسا من زواله كمرض ميؤوس منه أو شيخوخة، أو أيست المرأة من حصول المحرم أنابوا من يحج عنهم. وإن كان ما يستطيع أن يحج بنفسه لكنه قادر على أن يرسل من يحج عنه فيجب عليه ذلك، لأنه ما دام قادر على الحج بنفسه أو بغيره فيجب عليه ذلك. وإن كان المانع مرجو الزوال كمرض مأمول الشفاء منه أو كخوف الطريق بقي منتظرا حتى يزول، ثم إذا زال بادر بأداء الفريضة إذا كان لا يزال مستطيعا. 8. فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من كتاب الله معاني أسماء الله وصفاته، وأنهم لم يمروها ألفاظا كما نزلت من دون معرفة لها، لأنها نزلت بلسانهم، فعرفوا معنى الاستواء والنزول، وفهموا معنى الرحمة والغضب والعجب والمحبة وجميع صفات الذاتية والفعلية. ومما علموا أن مراد علمه إلى الله تعالى هو كيفية الصفة فقد سكتوا عنه. المعلوم أن العبد والناس أنه لا يخلو، إن كان صفة معلومة للناس فيجب على العبد أن يسأل عنها لأنها معلومة والناس يحتاجون إلى معرفتها، أما إذا كانت صفة غيبية عن الناس لا يدركونها من صفات الباري جل وعلا فحري بالعبد أن لا يسأل عنها ولا يتأول ولا يقول كيفية الاستواء ولا كيفية المحبة ولا كيفية الذلة ولا كيفية الطاقة، وإنما يأتي بما يعرفه ويعرفه الناس ويسأل عنه. السؤال عن المعنى معلوم والسؤال عن الكيفية مجهول، فعلينا إذا سألنا الله جل وعلا، سألنا العباد عن شيء ما، أن نسأل عما يعرفه العباد، أما ما لا يعرفه العباد فلا يجوز للعبد أن يسأل عنه. ذلك أن المسؤول عنه نوعان، كيفية هذه الصفة أو معنى هذه الصفة، المعنى معلوم والكيفية مجهول، كما سئل الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه الداخل وهو في المسجد النبوي يدرس العقيدة والتوحيد، قام سائل وقال أيها الإمام كيف استوى الرحمن على العرش؟
الرحمن على العرش استوى. قال له: كيف استوى يا شيخ؟ فوقف الإمام مالك رحمه الله وسكت حتى علاه العرق. وكيف يسأل عن الكيفية؟ هل هو جاء من عند الله حتى يسأل عن الكيفية؟ وهل يليق بعبد أن يسأل العبد الآخر عن كيفية صفة الباري جل وعلا؟ فسكت حتى علته الرحضاء العرق. ثم قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: الكيف العلم المعنى معلوم، المعنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أردت أن تربك العامة والمسلمين، فأمر به أن يخرج. لأن السؤال عن الكيفية، ما يسأل مخلوق عن كيفية صفة الخالق عن صفته، وإنما يسأل عن معنى المحبة. معنى المحبة معلوم، معنى الاستواء استوى واستقر وعلى وارتفع، كل هذه معاني الاستواء معلوم. الكيف، كيف استوى، هذا ما هو لنا، هذه صفة الباري جل وعلا ولا يعلمها إلا هو. هل نحن جئنا من عنده حتى نرى، رأينا سواه ونعلم به العباد؟ لا. والصحابة رضي الله عنهم أفقه العباد، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يليق، ما سألوا النبي عن الاستواء معنى كيفية الاستواء، وإنما سئل عن معنى الاستواء. معنى الاستواء الاستقرار، وعلى وارتفع واستوى. ولا يجوز لنا تأويل استواء الله جل وعلا بكيفية لا نعلمها. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن البدعة عن الكيفية بدعة، لأن ما سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. وبمثل هذا أجابت أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت، وغيرهم من الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم ردوا على الذين يسألون عن الكيفية. والكيفية علمها عند الله جل وعلا، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الكيفية، لأن هذا السؤال يسأل عنه من رآه. وهل رأوا كيفية الله جل وعلا في استوائه وعلمه؟ فالمعتزلة والجهمية ونوع من الأشاعرة وغيرهم من أئمة الضلال ضلوا عن الصراط المستقيم بسؤالهم عن الكيفية وتحديدها. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف ما يجوز لنا أن نسأل عنه، فنسأل عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة، أو التابعين، أو أئمة الهدى، نسألهم عما يشكل علينا من أمر ديننا الذي يعرفونه ويعلمونه. أما ما لا يعلمه هؤلاء فلا يجوز لنا أن نسأل عنه، لأنه لسنا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الباري جل وعلا.
سؤال الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعض عن العلم عن المعنى طيب وحسن، لكن سؤالهم عن كيفية صفة الباري جل وعلا لا يليق بنا ذلك، وإنما علينا الإيمان بالصفات كما آمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ولو كانوا لم يعلموا ذلك ما سكتوا عن السؤال عنه، وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقل أهمية في الدين من ذلك، وهو معنى رضي الله عنهم ما يسأل عنه سألوا عنه، ومع لا يسأل عنه ما يسأل عنه ما سألوا عنه، فسألوا عن الاستطاعة. الاستطاعة ما هي؟ نعم، الزاد والراحلة، قال عليه الصلاة والسلام، تكاليف الحج. وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقل أهمية في الدين من ذلك، وهو معنى السبيل في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففي هذا رد على أهل طوائف المعتزلة والجهمية وأضرابهم. تاسعا، أن الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى جعل الحج على من استطاع إليه سبيلا، فالفقير لا ينبغي أن يكلف نفسه ويشق عليها، وربما ضر بحجه نفقة واجبة عليه أو دينا واجبا عليه أداؤه، فيقدم ما لم يجب عليه على الواجب عليه. والله تعالى يقول وعلى الذين لا يجدون ما ينفقوا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. عاشرا، قال الفقهاء والقادر من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات من الديون الحالة والمؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعض النفقات الشرعية له ولأهله إلى أن يعود بلا خلاف. فائدة، قال شيخ الإسلام رحمه الله من اغتصب مركوبا أو اشتراه بمال مغصوب وحج عليه فإنه يجب عليه أن يعوض صاحبه إذا أمكن، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنه وقد طلب حجه، وينبغي أن يعد لحجه وعمرته نفقة طيبة من حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل من كان يملك ما يحج به لكنه إذا حج لا يجد شيئا بعد الحج. فلا يجب عليه الحج، لأن هذه النفقة يجب ادخارها لتكفيه عن سؤال الناس. أما إذا كان إذا حج بدأ يسأل الناس أني حججت بما أملك فأعطوني النفقة، فلا يجوز للمرء ذلك. سائل يقول هل يجب على الولد أو الابن أن يحج بوالده أو يحج له إذا مات، وكذلك الزوجة؟ لا يا أخي، لا يجب على الوالد أن يحج عن ولده، ولا يجب على الولد أن يحج بوالده إلا ما كان من المروءة والفعل الحسن الجميل، فيستحب ذلك ولا يجب. يقول أو تقول السائلة إذا طلقت المرأة وقامت بإرضاع ولدها، هل يجب على الزوج دفع الأجر عن هذا الرضاع من منطلق قوله تعالى
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وهل لأجرة الرضاع خلاف النفقة الواجبة على الزوجة؟ نعم، يجب على الوالد أن يدفع قيمة إرضاع ولده، فإن لم يستطع فينظر في الأم الزوجة أم الولد هل هي قادرة على الإنفاق عليه فتلزم بذلك، وهكذا. فإذا كان الرجل يلزم فيجب عليه أن يدفع ذلك، فإن لم يجد شيئا فيجب على الزوجة أن تدفع قيمة الرضاع لنفسها أو أي وارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث من يرث هذا الولد يجب عليه أن يدفع قيمة رضاعه. يقول: وجدت 20 ريالا في شارع بأجياد وخمسة بالعملة الهندية في الحرم، فماذا أفعل بهم؟ الذي ينبغي للواجد اللقطة أن لا يأخذها، لعل صاحبها يأتي إليها فيأخذها ويجدها في مكانها. أما إذا أخذها فإنه قد يبعدها عنه فلا يجوز له أخذها، فإن أخذها وجب عليه إنشادها، سؤال لمن هذه اللقطة، ولا يسمها بل يعلم على شيء من علاماتها لعله يجد صاحبها. والأولى والأسلم للإنسان أن لا يأخذ لقطة الحرم لأنها لا تملك بالاعتقاد. يقول السائل: من هم الأشاعرة وما عقيدتهم؟ الأشاعرة طائفة عندهم شيء من الضلال، وهم أقرب إلى أهل السنة من غيرهم، لكنهم ما يخلون من ضلال ومخالفات لأهل السنة، ولا يليق بنا ولا يحسن بنا أن نعطيك مذهبهم في كلمة موجزة. يقول السائل أو السائلة: هل للمرأة القادرة على الحج إلا أنها لم تجد محرما أن ترسل النفقة لمن يحج عنها؟ إذا كانت قادرة بمالها لكنها لا يوجد لها محرم فيجب عليها أن ترسل من يحج عنها. أما إذا كانت واجبة بمال يسير عليها تقدر هي بنفسها، لكن ما تستطيع أن ترسل من يحج عنها بهذا المال، فلا يجب عليها الحج حينئذ. يقول: هل إذا حج الإنسان بمال حرام هل حجه صحيح أم ناقص أم باطل؟ هذا أمره إلى الله جل وعلا، لأن الإنسان يجب عليه أن يحج بالمال الحلال، فإذا اعتاض عن المال الحلال بمال حرام فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء قبل وإن شاء رد. يقول السائل: ما حكم من مكث 5 أيام بعد طوافه للوداع؟ عليه أن يعيد طواف الوداع. طواف الوداع لا بأس بإعادته، إذا طفت للوداع لتسافر فلم تسافر فعليك أن تعيده، وهكذا كلما جلس الجالس في مكة
بعد طواف الوداع وأبطل وداعه السابق، فعليه أن يطوف طوافا جديدا. يقول السائل: شخص عمل عمرة وانتهى منها ثم نسي ولبس ثوبه قبل أن يحلق وحلق شعره وهو لابس لثوبه، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، إذا طاف وسعى ونسي الحلق ثم تحلل فإنه لا يزال محرما، فعليه أن يستمر على امتناعه من محرمات الحج أو محرمات العمرة حتى يفعل ذلك باختياره، فإذا فعل ذلك ولو بعد لبس الملابس فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب الحج أو العمرة إلى الوالدين معا، وما هي الصيغة والكيفية؟ الحج والعمرة لا يكون إلا لواحد فقط، الحج لواحد والعمرة لواحد، ولا يكون الحج لاثنين ولا العمرة لاثنين، وإنما هي حج لواحد فقط وعمرة لواحد فقط، فله أن يجمعهما لواحد، ولو أن يفرقهما ويعطي كل واحد منهما من والديه نصيبه الحج أو العمرة، يجوز هذا. هل يجوز لمن أكمل العمرة ولم يتحلل أن يقوم بحلق شعر نفسه؟ نعم، يجوز أن يحلق لنفسه إذا أكمل عمرته أو أكمل حجه ولم يحلق، فله أن يحلق لنفسه ولا بأس عليه. يقول السائل: هل يجوز لي أن أكثر الدعاء على من ظلمني وفرق بيني وبين زوجتي بحسده، وماذا أفعل؟ فلقد كبر حقدي عليه. إن سامحته فذلك أولى، وإن لم تسامحه فمن حقك أن تدعو عليه مثل ما ظلمك، واحذر أخي أن تزيد في الدعاء فيكون ظلمك إياه أكثر، وإنما احرص على أن تدعو على من ظلمك بقدر مظلمته إياك، وإن تعفو فهو أولى وأحرى، والله جل وعلا لا يضيع أجر المظلوم إذا سامح الظالم. يقول: امرأة آذت زوجها ولم تطعه في حال من الأحوال، فهل يجب عليه نفقتها؟ لا يجب نفقة الناشز، إذا نشزت رفضت أن تطيعه في كل شيء فلا يجب نفقتها، وأما إذا أطاعته في شيء ما وعصت في شيء ما فيجب عليه نفقتها، فإنها حينئذ لا تكون ناشزا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.